معا. حضرتك طبعا اكيد سامع الحوار ده، موضوع ان في وباء وان في تعتيم اعلامي وان محدش بيتكلم عن ان في حالات اصيبت بفيروس او مرض او حاجه اسمها الروتا او يعني حاجه وبائيه، وان في حالات وفيات حصلت نتيجه الموضوع ده، ايه الحقيقه؟ بص يا استاذه لؤي، انا صراحه انا يعني بقالي 3 اسابيع كده او 4 اسابيع شويه نسمع ان في حركة، ان في فيروس غامض وناس تقول طبعا في روتا. انا مش بحاجة على السؤال ده جدا، وناس تقول ان في روتا، وناس تقول ان في ايكولاي، وناس تقول في ادينو، وناس تقول في كورونا، قاعد تقول حاجه شكل. وبعد شويه سمعنا بقى اسبوع 10 ايام عن حاله الليشمانيا، الحق ده في عندنا الليشمانيا خاص والحق في زغوط الرمل. فاللي عاوز اكده لحضرتك قولا واحدا، يعني حضرتك احنا بنقول هذا الكلام، احنا في الطب الوقائي في وزاره الصحه في مبدا عندنا في الوقايه او الوقايه بصفه عامه هي الشفافيه التامه، ما ينفعش نخبي اي حاجه. عشان انا كوزاره صحه وكطب وقائي انا اهم حاجه عندي حضرتك ان لما يكون في مرض اقول ايه الاجراءات الوقائيه عشان كل الناس يساعدوني ان هم يعملوا الاجراءات الوقائيه دي عشان المرض ما ينتشرش. فانا باكد لحضرتك ان الموضوع بتاع الفيروس الغامض والروتا كل دي شائعات ليس لها اي اساس من الصحه نهائيا، وان اللي حدث في شبرا الخيمه دول ده اولا احنا عملنا كل هو الروتا ده اصلا مش فيروس غامض دكتور عمرو، يعني في تطعيم ضد الروتا الاطفال بياخدوه للاسف. هو للاسف اللي طلع الشائعه بتاعت الروتا، احنا اولا عملنا التحليل الروتا وكلها طلعت سلبيه، وكل الفيروسات غير الروتا كلها طلعت سلبيه. بس للاسف استغلوه بعض الناس للاسف، وده ترويج لبعض عشان في استغلوا دوت، وراحوا بعض وفي بعض الناس استغلوا هذا الكلام وراحوا طبعا طعموا في مدارس الاطفال بتطعيم الروتا. وبقول لك الحق الطعام الروتا. اول حاجه فيروس الروتا ده نادرا جدا 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 لما بيعمل اي حالات وفيات، ده مش معروف انه بيعمل حالات وفيات. ثانيا الاهم من ده كله، قلت لك احنا عملنا تحليل الروتا فطلع سلبي، فما فيش حاجه اسمها فيروس روتا موجود ولا في شبرا ولا في اي حته في مصر ان في انتشار لفيروس ولا الروتا ولا لغير الروتا. مصر لا يوجد فيها اي تفشيات الحمد لله وبائيه، ولا تفشي لاي مرض معدي، وانا حضرتك مسؤول ولا تم تسجيل حالات وفيات والسبب غامض من هنا جت مثلا الموضوع. الكلام ده يا استاذه لبنى كله موجود في 202، واحنا قلنا الكلام دوت في مؤتمر صحفي يوم الخميس اللي قبل اللي فات، وضحنا كل دوت. ده موجود في 202 قرايب مع بعض، اوكي، عملنا لهم كل تحاليل الفيروسات وكل تحاليل البكتيريا وكلها طلعت سلبيه. دلوقتي احنا بندور على حاجات بقى تحاليل السموم بنعملها عشان نشوف هي دي حاجه داخليه جوه البيتين دولك فقط لا غير. مفيش اي حالات اخرى، لكن البيوت المجاوره المنطقه يعني تم تسجيل اي حالات اجراءات وقائيه بتاخدوها برضو نشوف ايه الموضوع. حصل حضرتك من الاسبوع اللي فات حضرتك طلع شائعه في طالبه في سنه رابعه ابتدائي في مدرسه، انا بقول لحضرتك كل الاشاعات طلعت في خلال الاسبوعين اللي فاتوا دول، ان في طالبه توفيت في مدرسه في سنه رابعه ابتدائي في مدينه نصر، وقال لك ان هي دي عندها الفيروس. فانا باكد لحضرتك كل الكلام ده ليس على اساس من الصحه، والطالبه ديت توفيت ربنا طبعا يصبر اهلها، والطالبه دي ليها اخت في المدرسه في كي جي 2 كويسه جدا، اصحابها في المدرسه ما فيهمش حاجه. الطفله دي توفت في المستشفى في دمرداش، هي قعدت في الدمرداش ساعتين لثلاث اربع ساعات في الوقت دوت قبل ما تتوفى يعني، وكانت قبليها في مستشفى خاص. التشخيص اللي شافوه ان هي كان عندها حاجه اسمها كولا، ده من التشخيص بتوع اطباء الاطفال واساتذه الاطفال في الدمرداش، ان هي عندها حاجه اسمها مرض مناعي ذاتي ولم يتم تشخيصه اصلا، وان الطفله دي كانت في خلال السبع شهور اللي فاتوا كانت بتتردد وبتعمل تحاليل وفحوصات. على العموم دكتور عمرو، يعني طبعا انا 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 هرجع للجمله حضرتك قلتها في البدايه، قصه الشفافيه، لانه لو في فيروس او مرض لا قدر الله مش هتكون وزاره الصحه هي اللي جايباه يعني، لكن لكن بالضبط احنا ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا، وحضراتكم لو في حاجه تشتغلوا عليها. اتفضل يا دكتور. لازم يا فندم، لازم نقول ما ينفعش نخبي حضرتك. الحاجه الثالثه، حضرتك برضه طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي في خلال الاسبوع اللي فات بعد طبعا اكتشاف حاله اللي هو السجين احمد الخطيب ان هو عنده ليشمانيا حشويه، وقالوا الحق الليشمانيا موجوده في مصر وذبابه الرمل موجوده في مصر وقصص كده. فانا برضو ذبابه الرمل دي بتعمل ليشمانيا. الليشمانيا دي حضرتك فيها منها نوعين، نوع اسمه ليشمانيا جلديه ونوع اسمه ليشمانيا حشويه. بيأثر على الجلد يعني يعمل تقرحات وكده، والليشمانيا الحشويه بيأثر على الكبد والطحال. اللي باكد عليه ان ذبابه الرمل احنا عارفين ان هي
موجودة في مصر وموجودة فقط في منطقة محدودة، وإحنا عارفينها من زمان عشرات السنين موجودة، اللي هي موجودة في منطقة شمال سيناء. وكل الحالات اللي مسجلة في مصر من الليشمانيا دي ليشمانيا جلدية، أما الليشمانيا الحشوية دي حصلت آخر حالات سجلت في مصر كانت هي بين سنة 1982 و 1985 وكانوا 27 حالة. منذ هذا التاريخ لم يسجل أي حالات ليشمانيا حشوية في مصر. هو وكل حالات الليشمانيا تيجي بتبقى ليها سبق التاريخ سفر ان هي سافرت لبره، واحنا عندنا دول في دول الجوار مشهور فيهم قوي يعني السعوديه فيها حالات.